اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. بدنا نرحب سوا بالسيد ريتا وكيم الحاج المسؤول الاعلامي لنقابه اصحاب الحضانات المتخصصه بلبنان. اهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياه. نحن مجموعين اليوم تنحكي عن الكشف المبكر للصعوبات التعليميه عند الطفل، مشكله بيعاني منها كثير من الاهالي. كرمال هيك نظمت نقابه اصحاب الحضانات المتخصصه بلبنان وبالتعاون مع مركز الصفدي الثقافي مؤتمر لهالغايه، وكل التفاصيل رح تكون معك معنا ايضا بهالمقابله. اهلا وسهلا فيك سيدي احج. قد نسبه الاطفال اول شيء اللي بيعانوا من هيك صعوبات؟ هلا نتيجه الكشف المبكر اللي عم بيصير بدور الحضانات عم بيتحدد العدد، يعني هو عم بيكون في عدد من الاطفال يلي عم بيعانوا من الصعوبات التعلميه. بس انا بحب اذكر بالبدايه انه اليوم مع تطور مفهوم دور الحضانه من مكان بيبي سيتينج لمكان الولد عم بيتعلم فيه، عم تتحفز قدراته الحسيه الحركيه والفكريه، مكان عم بيتعلم فيه كل يوم اشياء جديده. بعد ما اثبتت اخر الدراسات انه الولد يلي بيكون بدور الحضانه هو ولد قدراته الفكريه او الاي كيو، يعني الذكي المقدر علامات الذكاء عنده هي مرتفعه اكثر من الولد يلي بيكون كل وقته بالبيت. من هون انطلقنا بفكره انه نعمل مؤتمر عن الكشف المبكر للصعوبات التعلميه، لانه بهالمكان بالذات بدور الحضانه كمان من خلال التيتشرز عم بيصير في كشف او عم بيلاحظوا اذا الولد عنده صعوبات تعلميه. نعم. بالمؤتمر اللي راح يصير ب 19 تشرين الثاني الشهر الساعة 9:30، واللي هو برعاية السيدة فيوليت الصفدي رئيسة جمعية Better Together، راح تتطرقوا لمواضيع ولمعالجة مشاكل التطور الفكري، النمو اللغوي، وراح يكون أيضا في إرشادات للأهل. ريتك بتشرحي لنا كيف؟ هو هالمؤتمر بيدخل بإطار نشاطات النقابة التوعوية اللي بتقوم فيها دورياً مع دور الحضانات بلبنان، والهدف منه ومن ضمن كالندري اللي بنقوم فيه نحن جدول أعمالنا لحتى نطور بمجال بقطاع الحضانات بلبنان. يعني الأشخاص اللي بنعزمهم هن أصحاب، هن daycare owners، يعني عندهم حضانة، والستاف تبعولهم النيرسز التيتشرز اللي بيجوا بيتدربوا من خلال هالندوات والمؤتمرات اللي بنقوم فيها لحتى يطبقوا هالمعلومات مع الاطفال، لانه بالنهايه نحن بهن الكمفورت زون عند الولد او الويل بينج تبع الطفل. سيدة حاجة، يعني بس ان تقولوا انه عم تنشروا هذا الوعي، عم بيصير في تعاون مع المدارس ايضا، عرفنا هلا عن الحضانات، ولكن بالمدارس هل عم بيصير في كشف مبكر لهالمشكله ايضا؟ يعني عم بيصير في تعاون معهم؟ يعني هو بدور الحضانة الأساس، يعني نعم. قبل كنا نقول المدرسة هي الأساس، بس هلأ فينا نقول أنه من 0 لـ3 سنين الولد عم بيقضي أهم. بس مثل ما ذكرت حضرتك أنه في أولاد عم بيفوتوا على المدرسة عندهم مشكلة، لا بلا ما يكونوا قطعوا على الحضانة، يعني في أولاد بيضلهم بالبيت مزبوط لوقت المدرسة، لوقت 3 سنين للمدرسة. صح. هلا عم بيكون في بالمدارس، بس انا بقدر احكيك عن دور الحضانات. يعني لما نحكي انه بالحضانه الولد لما بتلاحظ المعلمة انه في مشكله بتحوله عند اخصائيه نفسي، معالجه نفسيه يلي هي بتحدد اذا في مشكله، ساعتها بيحكوا مع الاهل يلي اجمالا للاسف عم بيكون في دينايل، يعني بينكروا انه الولد عنده مشكله. هيدا دليل جهل اكيد، بنرجع بنقول مشان هيك نحن بالذات كمان عم نوجه المؤتمر للاهل كمان لحتى يقدروا يتقبلوا هالطفل ويتقبلوا الفكره، لانه نحن هدفنا نساعدهم حتى يكون في تدخل مبكر، يعني يكون في انترفنسيون بريكوس لهالموضوع قبل ما يوصل على المدرسه. الولد على المدرسه ما يكون عنده هذا الضغط قبل ما يوصل على المدرسه، يمكن عنده صعوبات بالنطق او ما بيعرف يحكي او ما بيعرف يكتب، عنده ديسلكسي او وات ايفر. هالتدخل المبكر يلي عم تقوموا فيه قد ايه عم بيؤدي لنتائج ايجابيه؟ قد ايه عم تلمسوا نتائج جيده ان كان عند الاهل، لانه اكيد في اشخاص قليل يعني ما عندهم وعي كافي، ونتائج عند الاولاد قد ايه عم يتطوروا فكريا؟ اكيد عم بيكون في نتائج كثير جيده، خاصه انه مع انتشار الوعي اللي عم بيصير اليوم، وهذا هو دور النقابه او السيرفيس اللي نحن بنقدمهم عاده ودوريا بالمواضيع يلي بنعرف انه هي بتلبي احتياجات الحضانات والطفل بشكل خاص. كلمة أخيرة بتحب تقوليها لكل يلي بتدعيهم أنهم يكونوا موجودين بالمؤتمر، مين بتدعي أول شيء غير دور الحضانة؟ هل في أشخاص كمان لازم يكونوا موجودين بهالمؤتمر لحتى يتعلموا نصائح كثير رح تقدموها وعلاجات؟ نحن اجمالا داعيين بالاساس، يعني هذا موجه لدور الحضانات اللي هن منتسبين للنقابه، بس اكيد الدعوه هي مفتوحه كمان للمدارس والبري سكولز كمان من خلال معلماتهم يكونوا موجودين، وحتى للاهل يلي بهمهم كمان
كمان يعرفوا عن هالموضوع من خلال الاختصاصيين. كمان اهلا وسهلا فيكم. سيد حاج، كمان بدنا نستفيد من خبرتك، يمكن في يمكن عوارض عند الولد، يمكن البنت الام اذا هي مع ابنها معقول تعرف اذا رح يكون عنده صعوبات ام لا؟ يعني مش ضروري ينكشف بالحضانه، يعني تتوقع يعني هيدي الام يمكن تعرف حالها من قبل وتاخذه عند اختصاصي، يعني علامات يعني مزبوط. يمكن اوقات في امهات عندهم شكوك بهالموضوع او بيلاحظوا شيء بالبيت، بس لانه انا عم برجع بقول انه الولد بالحضانه عم بيقعد من الساعه 8 ل 5 اكثر من يمكن ما بيقعد مع امه بالبيت، يمكن اكثر الستاف اللي بيشتغل او الاكيب اللي بيشتغل بالكفؤ بدور الحضانه ممكن يكتشف اكثر. هلا الام اكيد اذا لاحظت اي شيء اي مشكله حلو شو يكون مثلا هي عم تعلمه 1 2 3 مثلا ام اي بي سي، ما بيحفظ بسرعه ولا ما بيركز عليها ولا ما بيقعد، يعني شو العوارض تقريبا؟ يعني في كثير اشياء، في الولد الهايبر، في عندك الولد يلي عنده ديسلكسي او الولد يلي يمكن او الولد يلي يمكن بعمر معين لازم يركب جمله من كلمتين مثلا، ما وصل لهالعمر وبعده ما بيحكي هالجمله لاي عمر، لانه كثير بنسال انه مثلا ابني او بنتي صار عمر السنتين ما بيحكي مثلا، لاي عمر الولد ماكسيموم مش لازم يكون ما بيحكي، يعني مبدئيا على السنتين لازم يكون في فوكابولير معين يقدر يعني يمتلكه الولد بهالعمر، بزيد مع لما يعني بيكبر وبيصل على مرحله المدرسه. لا ما في شيء بخوف، اوقات الولد بيتاخر شوي بس بيرجع بالاخر بيرجع بيصير يحكي اكثر منه ومنه مزبوط. فهيدي هي يعني ما يعني بس لما يواجهوا هالمشكله او لما يحسوا انه في اي دوت بهالموضوع حلو يراجعوا الاخصائيين بهالموضوع. هون في لاكون كمان ريتا بموضوع المدارس، يعني نحن بدنا نتخطى من بعد دور الحضانة حتى الولد بيوصل للمدرسة للسنوات الأولى من الدراسة بيكون عنده ديسلكسيا أو أي مشكلة من يلي عم تطرحيهم، وحتى المدرسة ما بتكون منتبهة والأهل كمان ما بيكونوا منتبهين. هون قد ايه وجود متخصصين بالمدارس مهم وضروري، وأنه هون كمان تنشروا وعي بالمدارس أنه لازم يكون في متخصصين مراقبين لهذا النوع من المشاكل. عم بيكون إجمالا بالمدارس، أنا بعرف أنه في أكيب من البسيكولوج بيكون موجودين ليلاحظوا أي أو يعالجوا هالمشاكل، كيف نقول. بس انا بقدر احكيك عن دور الحضانه، بدور الحضانه اللي هلا صاروا كثير ابديتد ومتطورين مع العصر مثل ما بيقولوا، في اكيب مؤلف من اورتوفونيست او معالجه النطق ومن بسيكولوج ومن بسيكوموتريسيان اللي هي كمان بتعالج الاضطرابات الحسيه الحركيه عند الطفل. فهذا الاكيب المؤلف من هالثلاث اشخاص كثير فعال بمواكبه تطور وتوجيه الولد وتحفيز قدراته بدور الحضانة. يعني لازم يشتغلوا ثلاثة طن سوا مترافقين لحتى يكملوا العمل العلاجي صح. الفكري والجسدي. بنرجع نذكر انه المؤتمر رح يكون ب 19 تشرين الثاني الساعة 9:30 للوحدة وبنذكر انه هو برعاية سيدة فيوليت الصفدي، بنشكرهم على رعايتهم وبمركز صفدي الثقافة. اهلا وسهلا فيكم ومشكورين على كل النشاطات الثقافية يلي بتقوموا فيها خلال كل السنة. مشاهدينا